السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال وتكوني ان شاء الله بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذه وتكون اموركم ان شاء الله كلها في احسن ما يرام. اول حاجه كنعتذر على هذا الغياب هذا والله العظيم كل مره كنغبر على يوتيوب كنحشم نعاود نطلع عليكم ولكن هضروني اكيد راه غير للصالح ديالنا ان شاء الله كاملين. كنخدم داكشي ان شاء الله زوين اللي غادي نبارطاجيه معكم في القريب العاجل ان شاء الله. واول حاجه ديال صغوت نقول الغزالات اللي كيشوفوا هذا الفيديو هذه كنقول لكم ذكرى مولد نبوي شريف، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر واي حاجه ان شاء الله كترجوها من عند الله سبحانه وتعالى تلقاوها. اللي باغا تولد شي وليدات الله يرزقها الدريه الصالحه، اللي باغا الزوج الصالح الله يرزقها الزوج الصالح، اللي بغات شي خدمه الله يرزقها هذيك الخدمه والله يسهل على كل وحده وداكشي ان شاء الله اللي باغاه في خاطرها. واهم حاجه فيما يرضي الله واللي فيها الخير اللي فيها الخير، ديما نطلبوا لبعضياتنا الحاجه اللي فيها الخير. علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى كيعرف لنا الخير حسن اللي كنعرفوا حنا. ومهم اول حاجه بيان سيغ نطلع عليكم في هذا الفيديو هذه ونقول لكم ذكرى مبارك ان شاء الله ديال ذكرى مولد نبوي ان شاء الله تكون مباركه. شنو وجدتوا؟ كاين شي فاكهه؟ كاين شي عراضه غتوجدوها؟ كاين شي بلدي؟ بهذه المناسبه كنقول لكم في هذا الفيديو هذا اللي بغات هكا شي كولي شي حاجه ديال البلدي جليلبات داكشي اللي نبارطاجيه معكم في لا كوليكسيون كونتاكتيوني في النيمور اللي غادي نخلي لكم هنايا كسوا جليلبات اولا قفطنات اولا لي كيمونو اي حاجه ان شاء الله بغيتوها كونتاكتيوني ان شاء الله في الخاص ما يكون غير خاطركم وان شاء الله غادي تكونوا ترو ساتيسفي باذن الله. وفوالا دونك اون طون تشجعوا سناء كما كتعرفوا يلاه بديت ان شاء الله في هذا الدومين وكنتسنى التشجيع ديالكم والحب ديالكم بيان سور وكنتسنى اون موا واخا غير الا ما شديتوش عليا ولا نتسنى الحب ديالكم والتشجيع ديالكم واخا غير في لي كومونتير. ايوا فوالا غزالات بون بقيتوني يلاه دخلت من برا غادي تشوفوني مازال لابسه حوايجي كنتخرج راكم عارفين مشيت انا واختي هكا تقدينا شي حويجات وهذا واكتشفت بان كلشي تبارك الله كيشري وكيتقدى فرحاني بذكرى مولد نبوي الشريف. داكشي علاش قررت ندير لكم واحد لا سوربريز في هاد لا فيديو وقررت ان الباك ديال مسك الطهاره اللي هو هذا بالنسبه للناس اللي ديجا متابعين راه عارفين الباك كي داير وعارفين المكونات ديالو. هذا الباك هذا قررت البنات نخليه لكم ب 225 درهم يعني نقصت فيه وخا حاولت يعني دوك البنوتات انا عارفه بلي بزاف ديال البنات كيتفرجوا فيه عندهم ان بيتي بودجي بغيت يعني ندير لهم هكا نقص لهم ندير لهم اون بيتي غوميز اللي بغى يشري في هاد الذكرى مولد نبوي الشريف يعني من هنا حتى العيد ان شاء الله غادي يبقى هذا هو لو بري. دابا جو بونس اوني دابا حنا نهار دابا حنا الخميس يعني ابارتيغ دو فوندرودي الصباح اي كوموند غادي توصلني كسوا صباح ولا من مور هاد لا فيديو ان شاء الله غادي تكون 225 درهم. صراحه حاولت نقص لكم لقيت هذا هو المقدور ديالي او هذا الوجه ديالي ان شاء الله باش نقص لكم. واول حاجه شكرا 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 حيت الحمد لله هاد لو باك فريمون مطلوب وبزاف الناس كيكومونديوه عليا وعجبهم بزاف بزاف ولي غوندو زوينين الحمد لله اللي حشنا ان شاء الله. وجيسبر بان ديما نكون عند راه الاشاره وديما ان شاء الله يكونوا نكون زعما عند حسن الظن ديال المتتبعات الغزالات ديالي. بون الباك بيسك الطهاره بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش فيه 10 فيه 10 ديال لي بيس 10 ديال لي بيس انا غنقولهم لكم راه بيان سور راه ديما كنبارطاجيه معكم ديما في لي فيديو مي غادي نعاود. الباك ديال مسك الطهاره فيه مسك الطهاره الابيض ومسك الطهاره ديال الرمان سيتاجير مسك الطهاره اللي كيدار في مناطق النبض كاين بالابيض يعني بالريحه ديال الخاصه ديال الابيض وكاينه بالريحه ديال الرمان هي فريمون واحد الريحه سكري كتحمق. وبالنسبه للابيض ريحته شويه مجهده وقويصه ولكن غزاله ريحته عتي كتبقى في الحيمه بوندون 48 دور فريمون كتبقى ريحته كتحمق. بالنسبه للمسك الطهاره الابيض معاه السبخي ديالو حتى هو وتا ديال الرومات هو معاه السبخي ديالو. وبيان سور كاينه المخماريه اللي كنديروها في لو كور ديالنا كندهنوا بها لو كور ديالنا وكاينه اللوشن اللي هي تاهي سي اون كريم كريموز لا تيكستور ديال كريموز كدهنوا بها لو كور ديالكم. كاين السبخي اللي كترشوه في لا شومبر ديالكم كيخلي لكم الريحه كتحمق وكاين العطر ديال المسك الطهاره اللي كترشوه في الحمايه ديالكم اولا في اللباس ديالكم فريمون تيخلي الريحه كتحمق. وكاين الصابونه ديال مسك الطهاره حتى هي كديروها في لادوش ديالكم حتى هي كتخلي لكم الريحه زوينه في لابو ديالكم. وكاين مسك الطهاره الكبير اللي غتقدروا ديروه في الجسد ديالكم كامل. دونك هادو هما لي برودوي اللي كاينين في مسك الطهاره اللي كيكونوا 10 ديال لي بيس وفريمون زوين والله العظيم. شوف انا بلا تراجي ما حاطه هنا في كوافوز واخا انا دابا راني هاجمة على اختي حاطه لي برودوي ديالي في الكوافيز ديالها مي فريمون ما كنستغناش عليه ديما محطوط هنايا عندي واحد هنا حاطه وواحد اخر هنايا. مهم ديما هزاه معايا هادي تخوص اطواليت ديالي والله العظيم. دابا لقيتوني بيان سور دخلت غندير ماكيا ووجدتها باش ندير لي برودوي و
وها هو البنات ضروري تلقاو عندي مسك الطهاره حيت فريمون شي حاجه اللي لا يستغنى عنها سورتو الا ولفتوها وفريمون باش نقول لكم واحد القضيه ديال مسك الطهاره اولا لو باك ديال مسك الطهاره كيشد لكم ان بون مومون يعني ماشي تخيلوا مثلا غادي تشريو هاد السيمه هاد الشهر صافي هاد الشهر غادي تقاضى فريمون لي برودوي كيشدوا ان بون مومون راه ديجا بارطاجي معكم لي برودوي راه فريمون دو يعني فيهم اون كونتيتي لي ابوندونت لي تقدوز لكم ان بون مومون وبيان سور هذا هو مسك الطهاره الابيض هذا فريمون ريحته كتحمق بقالي فيه شي شويه كنقتصد عليه حيت مازال عندي في مكناس كنقتصد على هذا عندي في كازا باش يدوز لي باش تمشي لمكناس ان شاء الله وديك الساعه راه عندي لو باك ديالي يلاه فاتحه ايوا فالا غزالات المهم كما قلت لكم ما كنستغناش عليه فريمون سي تو نيسيسيتي هذا بحال دابا هذا بنات راه كاين في لو باك كاين حتى ديال الرمان ما هزاش معايا دابا كاين ديال الابيض وكاين ديال الرمان يعني الا طلع لكم مثلا الريحه ديال المسك الطاهر الابيض وخا ريحته ما كطلعش في الراس ريحته كتحمق والله العظيم الا ريحته عاطيه قسما بالله ريحته فنه فنه زعما راكم عارفين حتى لي بارفان كاع واخا يكونوا عندك بزاف ديال لي بارفان وتكون يزيلك شي واحد الا بقيتي كتستعمليه طول لي جوغ كتبغي تبدلي راكم عارفين الانسان ما كيبغيش يبقى غادي في لا ميم روتين فتا الا طلع لكم اوكا وطلع لكم ما ريحه في راسكم تقدروا ديروا ديال الرمان سيطاجيغ فيه النكهه ديال الرمان هذا بلوس جاي ديال الشتا حيت قاصحه ريحته فنه واخا قاصحه انا شوفوا انا ما عنديش بنات مع ريحه العود العود بزاف وداك العود القاصح جيم با ما نكذبش عليكم كيجيني قاصح حتى قلبي كيطروع ملي كتكون شي ريحه هكا اللي مجهده ولكن هذا فريمون ريحته تي البوال جاي كتحمق ما شاء الله عليها وكما قلت لكم هذا بالسبخي ديالو توا فيه نفس الريحه وبحالو كاين ديال الرمان سي طاجيغ سوكري راكم عارفين اصلا اون جينيرال كاينين دي بارفان اللي تيكونوا عندهم دي نوت سوكري وكاينين دي بارفان اللي كتكون عندهم دي نوت هكا اللي شويه ميوسك شويه امبر هذا داك النوع اللي بحال فيه ريحه العنبر بحال فيه ريحه المسك ولكن فريمون فن الريحه ديالو وكما قلت لكم ملي كطلع لكم فراس كتقدروا ديروا ديال الرمان فيه واحد الريحه عاوتاني سوكري حتى هي زوينه سورتو في الصيف سورتو فاش تبغيو شي حاجه بلوس خفيفه راكم عارفين حنا والمورال ديالنا حنا البنات صافي كما قلت لكم البنات لو باك فريمون عامر فيه حويجات زوينين وما غاديش تندموا عليه والحمد لله كاع البنات الحمد لله ولي فام اللي خداو عليا ما ندموش عليه فريمون زوين 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 وسورتو هاد لوفر هادي اللي درتها بهاد المناسبه ديال المولد النبوي الشريف درتها على قبل البنوتات اللي عندهم ان بتو بودجي اللي فريمون غير من لارجون دو بوش ديالهم كيحاولوا يقتصدوا باش يشريو شي حاجه هاد لوفر راه ديالكم انا عارفه ما نقصتش بزاف ولكن راه ربي اللي عالم راه هادي اكثر اوفر نقدر ندير هي نحسبوا لكم ان شاء الله 225 درهم واللي لي حشمنا و فوالا لو باك البنات كيجي بهذا الشكل هذا فريمون حتى لا بواط الي ديكوراتيف يعني الي ديكوراتيف تقدروا تحطوها هكا في الميبل ديالكم هكا تقدروا تحلوها كاريمون كتجي فريمون فنه وهناويه ما بغيتش البنات نحلها علاش حيت ديما كنبارطاجيها معكم كنبارطاجي معكم لي ميم برودوي بغيت نستعكم مي سينو الا بغيتو عاوتاني عاود نبارطاجي معكم لي برودوي اللي كاينين الداخل خليوها لي في لي كومونتير بون الغزالات كيما قلت لكم فيها 10 ديال لي بيس وكتجيب هاد لابوات هادي اون بوا فريمون ديكوراتيف وكتجي كتحمق تحطوها في الكوافيز ديالكم اولا في الدهاز ديالكم بالنسبه للعرايسات اللي يلاه ان شاء الله مقبلين على الزواج تجيكم كتحمق فريمون في الضفوع ديالكم ولا في الدهاز ديالكم تجي غزاله واي وحده خداتو عليا تخلي لي في لي كومونتير وتقول لهم الراي ديالها حيت انا متاكده كما كيعجبني انا راه يعجب اي بنوته حيت شوف انا كنطلق من نفسي عارفه بلي حاجه الا عجبتني غتعجب واحد اخر سيغت لي غو سا ديفير ولكن انا متاكده بان هذا ان شاء الله غادي يعجبكم علاش لانه دو بون كاليتي باش نتفاهموا على واحد القضيه بزاف الناس تيبقاو يقول لك اختيتو والريحه ما كايناش وغير الكذوب شوفوا راه حتى هو فيه مزيان وفيه الخيب راه اي حاجه كما كنعرفوا كنشريوها راه كتلقى فيها الحاجه اللي بروميير شوا دوزيام شوا ثالثيام شوا انت غادي ومحد لو بري كيطلع ولا كاليتي كتزاد هذا رابور كاليتي بري راه غزال بارابور لو بري ديالو راه فريمون شي حاجه اللي زوينه وما غاديش تندموا عليها وبالنسبه للبنات اللي خداو وكما كنقولوا تقلبوا فيه زعما راه ما تجينيراليزيوش المسك جربوا مسك طهاره واحد اخر وما غاديش تندموا ان شاء الله غير هاد المره سوايي بلو ميفيون وعرفوا منين تشريو وعرفوا لا كاليتي ان شاء الله اللي غادي تعزلوا باش ان شاء الله تكونوا ساتيسفي وفوالا الغزالات دونك وما تنساوش بان هذا راه ماشي مسك طهاره بوحدو هذا راه سي تو ام سي ان باك على قدو فيه 10 ديال لي بيس يعني اون بانوبلي دو برودوي كتقدي دوشي بالصابونه كتعاودي باغ لا سويت دهني بالمخماريه اولا دهني باللوشن وديري بيان سور مسك الطهر اكسسوا الابيض اولا ديري ديال الرمان ديري في المناطق النبض وتعاودي ديري سبخي في الحمايه ديالك اكسسوا ديال الرمان اولا ديال الابيض وتقدي باغ اكزومبل ديري العطر ديال مسك الطهاره وكاين سبخي ديال هكا لي طابي وديال الفراش وديال الافريشه فريمون تو ريحته كتحمق يعني هاد لو باك هذا راه متكامل وعامر وفيه بزاف ديال لي فونكسيون دونك فوالا الغزالات دونك لا سوربريز بيان سور ديال هاد لا فيديو هادي هي انني ان شاء الله
فهاد المناسبه ديال هاد العيد ان شاء الله لو باك غادي تكوموندي فقط ب 225 درهم. وسارعوا سارعوا سارعوا بهاد المناسبه هادي. وفوالا غادي نخلي لكم نيميرو دو تيليفون في ديسكريبسيون لا ديسكريبسيون بوكس ان شاء الله. واللي بغى يكونتاكتيني كسوا بوغ لو باك ديال مسك الطهاره اللي هو دابا اون سولد 225 درهم، اولا بالنسبه للبيسات ديال البلدي على راسو العين مرحبا بكم، اولا حتى بوغ لي ساكاما. الناس اللي ما عارفينش راه كنبيع حتى لي ساكاما، رجعوا شوفوا لي فيديو لا ديرنيغ كوليكسيون اللي حطيت. دونك فوالا الغزالات كانت هادي لا فيديو ديال اليوم، جيسبيغ بيان انها تكون عجبتكم، وسورتو نيزيتي با انكم تكومونديو لو باك ديال مسك الطهاره باش يوصلكم ان شاء الله قبل العيد عيدو به ان شاء الله تكون فرحه، اولا هاد الفرحه هاد العيد فرحه عيدين، فرحه ذكرى مولد النبي الشريف والفرحه ديال بيان سور مسك الطهاره الابيض. وما تنساوش بان هاد لو باك ديال الطهار مسك الطهاره هاد لو باك خصو يكون عند اي بنوته وعند اي مراه لانه سي اون نيسيسيتي. دونك فوالا حبوبات كانت هادي لا فيديو ديال اليوم، كنعاود نقول لكم في هاد الفيديو ذكرى مولد النبوي الشريف تخلي لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه، وكنعطيكم ان شاء الله موعد فيديو مقبل. غرو بيزو، مع السلامه.